لك 100 مره يا سلومه وانت داخل بعمل حس ولا خبط ولا اتصل قبل ما تيجي بالتليفون. ايه يا اخويا بتخضني؟ الله قطعت لي الخلط اكتر ما هو مقطوع. حد يتخض من جوزه وحبيبه يا فرس بطن البقر انت. جبت لي الكيوي؟ احنا اتنين كيوي لا احنا نونك في الدنيا. طب خليني النهارده ما طبختش ومسلوق لك بالطين شغل البيت هالدنيا. بالطين؟ انا مش جعان قوي كده. ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك شويه كده، ازازة الاكلادور هتقع على الارض. ريحتك زفره من اللحمه. قوم استحمى يا راجل واغسل بقك من جوه بالصابون. على ايه بقى؟ ما انا كده كده كنت نازل المحل. انا قلت عد عليك بالفاكهه ونقعد مع بعض شويه. لكن الظهر ما فيهاش وقت، انا نايم. بقول لك يا نعم. ابعت يا اخويا على الدكتور بتاع الرجاله، شوف لك حل في موضوع الخلفه دي، انا نسوان الحركه لوش. ولازمتها ايه العكننه دي؟ تعلمك بقى انا زي الفل، انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاتره، الحاجات دي بتاعت ربنا. لما يأذن بالعيل هيجي العيل. بس انت نايميني عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في جسخة نايل. أعوذ بالله، كان يوم اسود طوشتك. يوم اسود صحيح، كتك 60 نصيبة، إلهي ما ترجع. لا استنى، هفتح أنا. اهلا. انت مين؟ ايه ده؟ هي مش دي فيلا ابو طالب ولا انا اتلخبطت في العنوان ولا ايه؟ ادخل يا باشمهندس طارق، ادخل. انت تعرفني؟ طبعا. انا كنت عدي عليك كمان شويه. بس يبدو كده ان انا حظي حلو. اصل بيقولوا ضابط المباحث لما يسعد يلاقي اتنين من اللي مطلوبين في طلعه واحده. ايه ده؟ نو بروبلم. الباشا بيأدي شغله واحنا للاسف شغله. هو الموضوع روتيني وبسيط جدا جدا. هو هيسألنا سؤالين واحنا نجاوب بس، ده الموضوع. هو احنا متهمين بحاجة؟ طب اسمع بقى يا حضرة الضابط، كان ممكن تتصل بالتليفون او تبعت اي حد. انا مهندس لكن افهم كويس قوي في كل حاجة. وبعدين احنا لو مطلوبين للشهادة الكلام ده يبقى في النيابة. برافو، خلصت المرافعة بتاعتك؟ خلصت المرافعة بتاعتي. تمام، فين هايدي بقى؟ سبحان الله، كلنا بنسأل نفس السؤال، فين هايدي؟ تعرف سعادتك ان احنا كنا هنبلغ عن اختفائها؟ انما خلاص الحمد لله، طالما اتجاهنا واحد لازم نوحد جهودنا مع بعض وكل واحد يمشي في اتجاه، واللي يلاقي حاجة يبلغ التاني. لا ده انت بتهزر. لغاية دلوقتي بتعامل بشكل ودي، لكن انا عندي اجراءات قانونية كتير ينفع اعملها معاكم، وخصوصا ان يبدو كده ان انتوا شركاء معاها. وساعتها بقى كلامنا مش هيبقى مجرد اجراء روتيني خالص. فالافضل ان احنا نتعاون مع بعض بجد. وبلاش بقى الكلام اللي هو ضحك عليها طلقها وهرب وكلام التلامذه ده ما بياكلش معايا خالص. تمام؟ انا قاعد بسمعه. اتفضل. انا نازله الكوافير، راح اشوف اكل عيش. كفايه وقف حالي. عاوزه حاجه؟ عايزه اكل، جعانه قوي، بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، امال ايه يا اختي؟ اقعد معاكي حروسك في تجارت. ثم بقول لك ايه، انت ما انتيش لوحدك، انت معاكي سندس جوه. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين انا خالتي دي مكركرو تتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها. ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي ده اكل اهو. لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه، بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعي، بتفتكر الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه؟ بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلب لي دليفري. ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من وشنا كلنا ببوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ بشتمك طبعا. هي بتشتمي. وما اصله ده؟ شفتي عفريت؟ عفريت دي مرعبه جدا.
انت بتقول على خالتي انا مرعبه؟ صدقتي لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيك وفي فلوسك يا اختي، مش عاوزين استغنين. بقول لك ايه، انا اصلا معاداكي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا كوريا، اتصلي بشكري حالا عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه، يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي الو. اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي له تجيب قرش انا شو عايزه اتنشا. ايه نشوف. شوف يا هيدا هانم، انا عربيتي تحت امر سيادتك، بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك انت وعربية مروان بيه. انا عمري ما كنت ناكر الجميل. شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. معرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه هشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك، يعني انت قاعده هنا متويه في بطن البقره، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا اصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وانا عارف ومتوكد ان الاوضه اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك انضف من المكان ده 100 مره. بعدين عايز اقول لسيادتك حاجه، بس يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطه قبضت عليكي ورمتك في التخشيبه مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها يا هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقره احسن من جنه التخشيبه. لازم نستحمل يا بنت الناس، واذا كانت على كره يعني مضايقاكي بلاش تتعاملي معاها خالص. كوريا مين مضايقاني ايه؟ بقول لك دي مش بني ادم اصلا. يا ستي اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. اوعدك يا هيدا هانم اذا احتجتي اي حاجه اكتبها لي بس في ورقه، شرب واكل واجيبه لك لغايه هنا. بس تفهمها تحفظ ادبها وما تكلمنيش بالاسلوب الفالجر بتاعها ده. هو انا بقى كده ومش هتغير ولا عجبه؟ كوريا يا بنت استهدي بالله وافهمي كويس، انا مفطنك قبلك ده قبل ما اجيبها لك على هنا. لدي هانم بنت زوات
وفي ديقة، وانت جربتي الديقة قبل كده. احنا صعايدة وبنفهم في اصول ولاد بلد، اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مش جاية تشحت منك ولا تقولك لله، دي جايبة لك فلوس، يعني ربنا بعت لك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشاخي، مش عايزة منها حاجة، زي الولية اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع، مش عايزة حاجة من الفلوس. وبعدين يا خال، يعني على رأيك طالما هي في ضيقة قوي كده، دي مش مكسورة حتى ولا غلبانة؟ لا بتتنك، بتتنك علي أنا مش عارف. وبعدين برد يا خال، والله دي برد، عاملة كده زي حتة الدهنة في الشوربة الساعة. إيه الدهنانة اللي أنت مربية وسطيها دي؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ اصوابعك دي زي بعضيها؟ انا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عامله زي الفنطاب، زي الطوفي، يتحط على الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيته عليه كتير هيقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه يا خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي، بزياده قوي يا خال، دي قهراني، دي عامله فيها شلنا شغل بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك بتبقى عايزه تنامي، قومي تخمدي وهمليها، قومي قومي. وبعدين استحمليها على راي الباشمهندس اللي بيقول عشان الشوك اللي في الورد بحب الورد يغور الورد ترتت. قومي نامي قومي.